عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، لو انتم مهتمين بالدراسة في ألمانيا، الفيديو ده والسلسلة اللي احنا هنبتديها النهاردة ديت مهمة جدا ليكم. وبقول مهمة جدا ليكم ليه؟ عشان هتفك شوية الدنيا من التعقيدات على كل الناس اللي بتفكر انها تيجي تدرس في ألمانيا. ليه؟ لان انا بصراحة حسيت ان الفترة الأولانية اللي احنا بنقدم فيها محتوى على القناة عندنا عبارة عن فيديوهات مهمة مواضيعها جدا بس عشوائية شوية، فأنا عشان نمشي مرتبين ومنظمين وليكم انتوا أحسن، جاتلي فكرة ان احنا نعمل سلسلة او بلاي ليست مكونة من عدد معين من الحلقات، نفترض 8 9 10 زي ما تيجي معانا من حلقات، نتكلم فيها عن رحلة وكفاح الطالب من ساعة ما يفكر وياخد القرار ان هو يجي يدرس في ألمانيا هنا لحد ما يستقر بإقامة دائمة وجنسية بعد ما يلاقي شغل بعد الدراسة. يعني متخيلين كمية الحاجات اللي هيعدي عليها في النص، كل حاجة هنمسكها من أول خطوة خالص لحد آخر خطوة خالص بالتفصيل في الحلقات اللي جاية. فالفكرة جات لي ان احنا ننظم فكرنا مع بعض، نعرف أكتر ايه اللي مطلوب مننا لو احنا حابين ندرس في ألمانيا، ازاي نمشي خطوة خطوة لحد ما ربنا يأذن لينا وناخد قبول في ألمانيا ونقدم ونيجي هنا ونستقر هنا ونقعد ندرس هنا ونشتغل هنا. كل دي مراحل كتيرة، تفاصيل كتيرة جواها، فانا حابب ان انا افيدكم من خبرتي لان انا مريت بكل التفاصيل دي كلها. معاكم مصطفى كاشف، انا مقيم 7 سنين في ألمانيا لو محدش اتفرج عليا قبل كده، وبرضه درست ماجستير في جامعة ليبنتس أونيفرسيتي هانوفر في مجال الهندسة المدني المساحة جيوديسي جيوانفورماتيكس، مجال شيق جدا برضو دوت هحكي عليه بعدين خالص، مش في السلسلة دي يعني، بس في ناس كتير مهتمين بيه فحاول نلعب لهم فيديو بعدين ان شاء الله. خلينا في موضوعنا. فببساطة ببساطة شديدة احنا هنعمل ايه؟ احنا هنحكي اول حاجة الطالب بيعملها هو مرحلة اتخاذ القرار، اسافر ولا مسافرش، تستاهل فعلا الغربة ولا اقعد في بلدي معزز مكرم. الموضوع صعب جدا اتخاذ القرار فيه، في تحتيه كمية اسئلة كتيرة وعوامل كتيرة لازم تفكر فيها قبل ما تاخد القرار الصح انك تيجي وتسافر ألمانيا. عن تجارب ناس كتير ان القرار ساعات ما بيبقاش صح 100%، فعشان كده اتخاذ القرار الصح هو اساس اللي هيبقى بعد كده. لما تتخذ القرار صح وروحك وشغفك كله انك انت عايز تيجي تدرس ألمانيا هتكمل الاخر. كتير من اللي بيكلموني بقعد معهم احكي بالساعات وفي الاخر بنكتشف ان هم صرفوا نظر عن الموضوع وخلاص خدوا قرار انهم مش هيجوا ألمانيا. قرار مش سهل، لازم ناخد فيه وندي مع بعض. فهنبدأ بأول مرحلة، بص هعدها لكم بالظبط كده تعالوا نمشي فيها، نمشي في الرحله مع بعض. اول حاجه اتخاذ القرار، تمام. تاني حاجه تجميع كل المعلومات الممكنه على الدراسه او الطلبه في المانيا، ايه نظامهم، حياتهم عامله ازاي، وتجميع المعلومات ده هيساعدك في اتخاذ القرار اللي هي اول نقطه، يعني الاثنين مرتبطين ببعض. تالت حاجه هتعملها لازم تعرف ازاي تبحث عن الدراسه الصح في ألمانيا، سواء انت جاي تدرس على بكالوريوس او جاي تدرس ماجستير، لازم تعرف ايه الطرق الممكنة قدامك والمتاحة قدامك انك انت تبحث عن دراسة معينة في ألمانيا. البحث بيحب الزيادة، مش البحر بيحب الزيادة، البحث بيحب الزيادة، لان كل ما تزود بحثك اكتر كل ما هتلاقي فرص اكتر. فاحنا اتكلمنا قبل كده عن الموضوع ده في فيديو لوحده مفصل عن طرق البحث عن دراسة في ألمانيا باستخدام موقع داد، شرح مفصل للموقع، فلو انت ما خدتش فكرة عنه ممكن تروح تاخد فكرة عنه. وبعد ما تبحث بقى عن دراسة ولقيت المجال بتاع دراستك دوت مطلوب في ألمانيا وحابب تقدم فيه، لازم تعرف شروط الجامعات في ألمانيا في الدراسة اللي انت هتدرسها، في القسم بتاعك، في التخصص بتاعك، وبعديها بالظبط ازاي تراسل الجامعات، ازاي تعرف هل انت ليك فرصة في القبول ولا لا. عجبك 20 ماجستير بس مش هتعرف تقدم على 20 واحد عشان هيبقى الموضوع مكلف، فعايز تقلل الرقم دوت لخمسة مثلا، لستة، لسبعة تقدم عليهم. فازاي تعرف ان نسبة قبولك في الماجستير ده اعلى من التاني؟ فمراسلة الجامعات دي خطوة مهمة جدا. بعديها انت عرفت الشروط، حضر اوراقك كمان، انت ما عندكش حجة دلوقتي، انت خلاص في نص يعني تقريبا في نص الطريق، حضر اوراق ان انت تقدم على الدراسة. هنتكلم عن كل الاوراق بالتفصيل من اول ورقه لاخر ورقه ممكنه انك انت تجمعهم وتعمل ابلكيشن صح في الجامعات، كل ده هنتكلم عليه بالتفصيل ان شاء الله في الحلقات الجايه. جمعنا بقى الاوراق صح، هنعمل ايه في الخطوه اللي بعد كده؟ طرق التقديم على الجامعات في المانيا. وطبعا احنا عارفين اشهرهم يوني اسيست، في جامعات بتقدم عليها دايركت مباشر للجامعه، في جامعات بتقدم عليها اونلاين مش محتاج حتى تبعت لهم ورق، يعني جاست اونلاين. هنعرف كل التفاصيل عن الموضوع ده برضه. نقول مبروك خدت قبول من الجامعه، هتعرف بقى تاخد ميعاد في السفاره ازاي، حجزنا ميعاد في السفاره مناسب، طيب تحضير اوراق السفاره دي برضو الخطوه اللي بعديها، ازاي احضر ابلكيشن للفيزا صح،
وعقبال لما تجيلك الفيزا ان شاء الله ونقول مبروك، لازم تقعد تدور على سكن في المانيا. السكن في المانيا دي رقم واحد اجراءات في المانيا، مفيش اي حاجة هتعرف تنفذها بالمانيا من اي اجراءات في الاول لما تيجي غير لما تلاقي سكن. في ورقة مركز البلدية هنا او الغات هاوس او البرجر امت هنا هيديها لك، لما بس تلاقي سكن في المانيا ده هتقدر بيه تعمل كل حاجة تانية. فالورقة دي مهمة جدا. فترة ان انت مستني الفيزا لازم تكون بتبحث عن سكن في المانيا عشان ترتب الدنيا بتاعتك. ونتكلم بعديها عن اول فترة ليك لما جيت المانيا هتعمل ايه. الفترة دي بتبقى فترة صعبة وفيها شوك جامد، بتبقى خضة جامدة، يعني رايح من مكان لمكان مختلف تماما، هتتعامل ازاي هناك، فايه المعلومات الممكنة ان تقدر تجمعها قبل ما تيجي تسهل عليك شوية الحياة في ألمانيا في الأول. قصة بقى الدراسة وفترة الدراسة، كل واحد ليه تجربته على حسب تخصصه. معلومات اللي أنا هقدر أقولها فيها مثلا الشغل بجانب الدراسة في ألمانيا، وده عملناه في فيديو ممكن تشوفوه مثلا برضو تاخدوا فكرة عنه. هنيجي بقى لمرحلة أنا خلصت دراستي، إزاي أقدم على الشغل بعد الدراسة وفرصتي إن أنا ألاقي شغل بعد الدراسة. في طرق تقديم كتير جدا في بالي هقولها لكم، وفي طريقة فعالة جدا برضو هقولها لكم إن شاء الله، تابعوني في الحلقات الجاية. وهننهي السلسلة دي خالص بفرص انك تاخد اقامة دائمة او جنسية بعد ما تخلص دراستك وتشتغل في المانيا. يبقى احنا كده عرفنا من اول لما اتخذت القرار في مصر لحد ما جيت هنا واستقريت واخدت اقامة دائمة جنسية، كل الخطوات دي كلها كلام كتير جدا جواها. اتمنى ان شاء الله السلسلة دي تعجبكم وتستفيدوا منها اكتر حاجة، لان هي هتبقى انطلاقة لكل المواضيع اللي بعد كده. قولوا لي رايكم في الكومنتات، وحابين فعلا ندوس فيها ونكمل. ولو انت فعلا حابب ان احنا نكمل وتشجعني اكتر، يا ريت تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب، ده اهم حاجه بيديني دافع كبير ان انا اكمل في القناه والله، وبحس كده بروحكم جميله معايا. يا رب اكون دفع عليكم خفيف النهارده، ونبدا بقى مع اول موضوع. تمام. بداية موفقة. انت عزيز الطالب حابب انك تيجي تدرس في المانيا، هل انت حابب انك تدرس في المانيا عشان عايز تخرج من مصر بس، ولا حابب تيجي تدرس في المانيا عشان تدرس في المانيا؟ لو انت حابب تيجي بس عشان تغير حياتك من اللي في مصر وتيجي تقعد هنا في المانيا وتستقر فيها، مش هدف اصلا الدراسة، ده هيزود عليك الصعوبة في كل الاجراءات اللي احنا اتكلمنا فيها. لكن لو انت فعلا حابب تيجي تدرس في المانيا، ده حوار تاني، حوار مختلف جدا، وهو ده اكتر حاجة مهمة. انت عايز ايه؟ انت عايز تيجي تدرس في المانيا وانا مش عايز. حاول تهيئ نفسك نفسيا للموضوع، وعشان تهيئ نفسك نفسيا تعال ندردش مع بعض. هي هتفك جدا بالدردشة والله. لما نيجي ندردش مع بعض كده هنفهم الموضوع اكتر. انت محتاج تعمل ايه؟ اقول لك محتاج تعمل ايه. انت محتاج تعمل انترفيو لنفسك، اقعد كده قصاد نفسك في المراية، او مثلا قاعد كده مع نفسك كوباية شاي وفكر واسأل نفسك شوية اسئلة زي ايه. فكرة السفر نفسها صعب، يعني تسافر تسيب حبايبك اللي في مصر، اصدقائك، كل ذكرياتك الجميلة لكوكب مختلف تماما عندنا، مكان جديد، ناس جديدة، وشوش جديدة، طبع جديد، لغة جديدة. عشان تتقبل الفكرة دي محتاج شوية مجهود. انت بتفضل حاطط في دماغك انا عايز اسافر، بس لما بتيجي ساعه السفر بيبقى في موضوع صعب عليك قوي. النقله انك تيجي هنا تسافر المانيا وتيجي تدرس، لا مش سهل، محتاجه تهيئ نفسي كبير. هيئ نفسك جامد جدا وخد قرارك صح، لان بصراحه وبكل وضوح اي مكان في العالم هتستقر فيه وتقعد فيه هيبقى فيه قصاده تضحيات. يعني انا اقدر اقول لك من مكاني هنا في المانيا ان انا مفتقد حاجات كتير، مش كل حاجه وردي زي ما انت فاكر. يعني في حاجات كتيره جدا ورديه، في حاجات كتيره جدا جميله في المانيا، في جانب مظلم للغربه في المانيا انك انت بتبقى مفتقد اهلك، حاسس ان انت غريب دايما. لما تيجي تنزل مصر بعد فتره وتقعد وسط الناس هتحس انك انت مش زي ما انت مشيت، في حاجه غريبه في الموضوع. وده مش احساسي بس، ده احساس كل الناس وتجاربهم اللي انا شاركتها معاهم من ساعه ما جيت المانيا. الموضوع محتاج انك انت تبقى فاهم ومستوعب ان وجودك هنا في المانيا بيبقى فيه تضحيات قصاده، تضحيات فلوس هتصرفها كتير، تضحيات وقت ومجهود، تضحيات بعدك عن اهلك وناسك، تضحيات زي وجودك في مكان غريب عنك، عادات وتقاليد غريبه عنك، ده لوحده محتاج مجهود عشان تقدر تتعود عليه. انا بعتذر ليكم، انا مش قصدي ان انا احبطكم ولا اقول لكم ولا اخوفكم ولا ارهبكم الموضوع، انا بديكم فكره بس عن ايه اللي انتوا جايين عليه، فسامحوني انا مش قصدي كده خالص. اللي انا قصدي عليه انك انت تاخد الفكره صح. لو انت عايز تيجي المانيا وتشوف ناس جداد وتتعامل، كمل ودوس، ليه لا؟
أول فكرة في موضوع اتخاذ القرار إنك تهيئ نفسك نفسيا جدا قبل ما تيجي هنا تدرس فنك. هل قرار السفر صح ولا غلط؟ نيجي نتكلم عن نقطة تانية وهي المصاريف. هل أنت قادر على المصاريف؟ سواء البروجكت أكاونت لو أنت جاي بحساب مغلق ألمانيا حوالي 11200 يورو دلوقتي، هل أنت قادر إنك توفرهم؟ طب أنت قادر توفرهم الحمد لله، إيه الخطوة اللي بعد كده لما تيجي هنا هتصرف منهم؟ هتعمل إيه؟ هتصرف على نفسك إزاي؟ لازم تكون عامل حسابك إنك أنت لما هتيجي هيبقى في شغل بجانب الدراسة، ممكن الشغل ده ما يكونش مرضي قوي ليك، يعني ممكن تشتغل في مصنع، ممكن تشتغل في مخزن، ممكن تشتغل في شركة عربيات، ممكن تشتغل حاجات كتيرة جدا، فلازم تبقى عامل حسابك إن أنت برضه لما هتيجي ألمانيا مع الدراسة ممكن تشتغل شغلانات تانية تأثر على الدراسة وتأثر عليك، فبالتالي لازم تاخد بالك جدا من الموضوع دوت. إزاي هوفر الفلوس اللي هعرف أعمل بيها بلوكت أكاونت لو أنت جايب منحة؟ أكيد حوار بلوكت أكاونت ده على جنب، أو أنت جايب أوس بيلدونج أو جاي شغل على طول، حوار الفلوس دوت ترميه على جنب. بس أنا بتكلم الناس اللي جاية على بلوكت أكاونت حساب مغلق في ألمانيا، بتقدر إن هي تفتح حساب في ألمانيا بالمبلغ اللي أنا قلته 11200 يورو، وينزل لك كل شهر 900 وحاجة يورو. تمام، انا قادر ان انا اصرف على نفسي ان شاء الله لما اروح المانيا. اول فترة تبقى صعبة اكيد انك انت هتسحب شوية من حساب المغلق، بس بعد كده هتلاقي شغل وتبدأ تسد الفجوة بتاعت المصاريف الخارجة والمصاريف الداخلة. كل ده هنتكلم عليه اكيد بالتفصيل، معلش الحلقة دي جد شوية. طيب خلصنا من حوار الفلوس، وانت اوريدي خلاص مرتب نفسك على حوار الفلوس سواء قبل او لما تيجي هنا تدرس. مجالك اللي انت بتقدم عليه دوت ليه مستقبل في المانيا؟ دي نقطه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها، لازم تسال وتسال وتسال لحد ما تلاقي اجابات من كل الناس ان مجالك فعلا مطلوب في المانيا. ابحث اكتر على الانترنت لان هو دلوقتي كل المعلومات متوفره. مجالي اللي انا جاي ادرسه في المانيا بعد ما اخلص هلاقي في شغل ولا مفيش مستقبل؟ كان في فيديو بسيط كده عملته عن اهم 6 وظايف او اهم 6 مهن مطلوبة في ألمانيا، ممكن تاخد فكرة عنه، هتعرف ان مجالك هل واحد فيهم. في قطاعات تانية مطلوبة برضو في ألمانيا بس هم دول اكتر 6 فيهم، فانت ممكن تعمل بحث اكتر تعرف هل سوق العمل محتاج المجال اللي انت رايحه دوت. كل ماجستير او في كل بكالوريوس بيبقوا كاتبين بروسبكتيفز بعد الماجستير ده هيحصل ايه، اقعد اقرا كتير عنه. في مستقبل بعد الدراسة بتاعتك انك تشتغل وتقعد في ألمانيا وتستقر فيها، دي نقطة مهمة جدا لازم تبحث فيها. سؤال لازم تسأله لنفسك تاني، أدرس بالإنجليزي ولا أدرس بالألماني؟ والفرق ما بينهم أنا وضحته في حلقة برضو اتكلمت عن الدراسة بالإنجليزي وركزت عليها جدا، ممكن تاخد فكرة عنها وهتهمك جدا إنك تعرف إيه الفرق ما بين الدراسة بالإنجليزي والدراسة بالألماني، مزايا وعيوب كل واحدة فيهم. إيه أفضل جامعة؟ جامعات ألمانيا كتير، وإحنا عارفين إنها معظمها أو الحكومية منها مجانية. مجانية بمعنى أنت تدفع مبلغ معين صغير، المبلغ دوت ما بيتعداش 400-500 يورو، بيبقى متقسم لمصاريف جامعة صغيرة، وبتاخد كارت مواصلات في المدينة أو المقاطعة أو الولاية اللي انت فيها. فلازم برضو تسأل نفسك ايه أفضل جامعة ممكن أخد فيها المجال بتاعي، ايه أفضل تخصص جواها. يعني كل ماجستير في كل جامعة بياخد رانك معين، مش بس الجامعة اللي بتاخد رانك، يعني الماجستير نفسه جوه الجامعة بيبقى ليه رانك لوحده. وسؤال مهم جدا، ليه ألمانيا مش بلد تانية؟ يعني ليه ألمانيا بالذات؟ يعني ما رحتش أمريكا، ما رحتش كندا، ما رحتش أي بلد تانية، نرويج، بولندا، ما اخترتش غير ألمانيا وعايز تيجي ألمانيا؟ أنا بالنسبة لي كنت قبل لما سافر كان في فترة طويلة ببحث فيها عن دراسة في كل أنحاء العالم، اتقابلت في بلاد كتير وترفضت في أكتر، فجبت شوية خلاصة لست أسئلة لازم تسألهم لنفسك قبل ما تدرس في ألمانيا في الفيديو دوت. الست نقط دول بيبينوا لك ليه الدراسة في ألمانيا أنا بفضلها من وجهة نظري الشخصية إن ألمانيا أحسن من بلاد تانية كتير. كلمنا فيهم عن الدراسة نفسها، إنك أنت بتيجي تدرس في جامعات كويسة جدا وتخصصات كويسة جدا في ألمانيا. كلمنا فيهم عن الشغل مع الدراسة وإن ألمانيا سامحة للطلاب إن هم يشتغلوا مع الدراسة. كلمنا كمان عن تكلفة المعيشة في ألمانيا وإن معظم المدن الألمانية تكلفة المعيشة فيها متوسطة، لا هي عالية ولا هي رخيصة. كلمنا على نقطة مصاريف الجامعة، وإحنا بس قليل من شوية لمصاريف الجامعة لا شيء في ألمانيا. كلمنا على النقطة الخامسة هي المستقبل، إن في إمكانية بعد الدراسة بتاعتك إنك تستقر في ألمانيا وتقعد فيها وتلاقي شغل. في بلاد تانية كتير بتديك شلوت أول ما تخلص الدراسة بتاعتك تروح على بلدك، في ألمانيا ما فيهاش كده. وآخر واحدة الستة هي المهتمين إن هما يعملوا لم شمل لزوجتك أو في مصر أو لزوجك في مصر، تقدري تعملي له لم شمل. ألمانيا بتسمح للطلبة إن هما يعملوا لم شمل، وأنا شخصيا ليا تجربة وأصدقاء كتير ليهم تجارب هنا في ألمانيا إن هما عملوا لم شمل وهم طلاب، مفيش مشكلة. فالست نقط دول هيديك فكرة شوية وتقدر تحدد قرارك صح إذا كان ألمانيا هي فعلا البلد اللي انت عايزها ولا لأ.
وبالتالي تجميع كل الأفكار دي قرارك هيجي بقى من جواك، سواء عقلاني انك انت فعلا عقلك مصدق ان فكرة سفر لألمانيا دي applicable وممكنة ان انت تروح وتقدم وتكمل الاجراءات، وجواك انت احساسك عايز تعمل ايه. الاتنين لازم يبقوا ماشيين مع بعض، وبالتالي هتاخد ان شاء الله القرار الصح في النتيجة. كل ده مهم جدا لازم تعرفه. ولو اخدت بقى القرار الصح انك انت ان شاء الله باذن الله ناوي ومية في المية جواك عايز تقدم على دراسة في ألمانيا، وان شاء الله تكمل كل الاجراءات اللي جاية على خير، وهكون في استقبالك هنا في ألمانيا لو انت جاي على هانوفر في الفترة اللي هكون متواجد فيها في هانوفر، هو ده اللي هيخليك فعلا تكمل بقية الخطوات. وده كان موضوع حلقة النهاردة يا جماعة، اتمنى تكونوا انبسطتوا واستمتعتم بيه، والنهاية بداية حلوة للي جاي، ان انا متحمس ان شاء الله اكمل السلسلة دي للاخر. وعشان تحمسوني اكتر ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب زي ما احنا قلنا في اول الفيديو، شجعوني بقدر الامكان عشان اقدر اكمل. وزي ما احنا اتكلمنا في الفيديو، الحلقات اللي جاية هتمشي بالترتيب من اول الرحلة. النهاردة احنا اتكلمنا على اتخاذ القرار اهوت لحد لما ان شاء الله نوصل للاخر ونستقر في المانيا مع الاقامة دايما بجنسية. كل التوفيق ليكم يا شباب، سعيد جدا بأسئلتكم على الفيديوهات، اسأل اللي انت عايزه، ولو عندي الإجابة عمري ما هتخانق عليك أبدا. يا رب دايما تكونوا بخير كده وأفضل حال. أشوفكم على خير، في أمان الله يا شباب، سلام.